يا مرحبا أهل الوطن والخلة يا هلا عز الحبيبة ورحوا بسنا نحنا أنها ترحب بإجراء الانتخابات البلدية وأنها ستتفاعل معها بقوة وتهيئ كل المناخ الواجب لإنجاح هذه الانتخابات. وحينما قررت حماس هذا الموقف فإن الاعتبارات وراء هذا القرار هي وطنية بامتياز. فأولاً إن حماس اليوم وهي تقرر أن تدخل مجدداً إلى هذه المنافسة الديمقراطية مع كل أبناء شعبنا ومكونات شعبنا، فهي تريد أن تؤكد على شعارها يد تبني ويد تقاوم، وهي تريد أن تعيد التوازن للحياة السياسية الفلسطينية. حبا لكل من يدخل في بيت لاهيا أن يفرح. فرحتنا اليوم في بيت لاهيا هي تأكيد على روح التحدي والإصرار في وجه الإعصار والحصار، في وجه الاحتلال الذي يسرق الفرحة من أبنائنا وبناتنا وأطفالنا في غزة والضفة والقدس وفي كل مكان. هذه أفراحنا، أعلامنا، راياتنا، هذه أفراحنا، أدبياتنا، ثقافتنا، هذه أفراحنا، عاداتنا، تقاليدنا، هذه أفراحنا، سندنا في الاستمرار في ثبات وإصرار من أجل التحرير والعودة إلى كل أرض فلسطين. هذه أفراحنا على طريق الفرحة الكبرى، فرحة التحرير والاستقلال والعودة إلى كل أرض فلسطين. توفره على الحسام كثير تكاليف قد لا يستطيع. الإخوة والأخوات، إنها المهمات المتداخلة في إطار هذا المشروع الفلسطيني العربي الإسلامي. فيد تبني ويد تقاوم، يد تبني وتعمر ويد تقاوم وتحرر. ومن أجل هذا نكون في كل الساحات وفي كل المسارات في آن واحد. إنه في الوقت الذي نقيم فيه أفراحنا الآن في هذه الساحة، هناك رجال يقبضون على الزناد، يرابطون في الثغور المتقدمة في بيت لاهيا وشمال القطاع.